أكد الرئيس المكلف سعد الحريري أن لا عقد خارجي بل داخلي في تأليف الحكومة وأن كل الأمور قابلة للحل. كلام الحريري جاء خلال تلبيته دعوة المنسق العام لمؤتمر إنماء بيروت النائب السابق محمد قباني إلى مأدبة غداء أقامها على شرفه في الزيتونة باي بحضور نواب العاصمة. الرئيس الحريري أبدى تفاؤله في مسألة تشكيل الحكومة لافتا إلى أنها ستكون حكومة وحدة وطنية. ما في عقد خارجي، هي العقد الداخلية يعني، بس بتنحلحل، ما في شيء ما بيتحلحل. إن شاء الله أنا مني ماشي عمالي، بس أنا ما بعرف ليش نحن بدنا يعني نستعجل كل الأمور. أول شيء تكلفت من شيء 3 أسابيع، ثاني شيء يعني أجا العيد ورمضان وكل هيدا، وبعدين نحن عم نتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين، مش معناتها ما في اتصالات ولا تواصل مع كل الأفرقاء السياسيين، هذا الشيء عم يصير. في بعض الأمور، في بعض العقد، ولكن بنحلها يعني بالحوار بالوقت. الرئيس الحريري أكد أنه ليس هناك فيتو على أحد، نافيا وجود أي تدخلات خارجية تعيق مسألة التشكيل. دائما بسمع هذا الكلام، وبعدين بسمع كلام ثاني، وأنا رحت على السعودية وهن حريصين أن تخلص الحكومة امبارح قبل اليوم، فلذلك هذا موضوع مش صحيح، وكلام يعني ما له اي باك جراوند. يعني شو بدي اقول لك، مش ما حدا حكاني بهذا الموضوع اصلا. بس لما اجهز انا بالتشكيله حاطلع عند فخامه الرئيس، ويمكن بكره اطلع اكشلي عند رئيس الجمهوريه. وزير الداخليه في حكومه تصريف الاعمال نهاد المشنوق راى من جهته ان الظروف التي يمر بها لبنان تستوجب تنازلات من كل الاطراف السياسيه. الظرف اللبناني والسياسي والاقتصادي اصعب بكثير، بيستوجب يعني تنازلات من كل الأطراف بشكل مختلف عن اللي عم بيصير. وأنا سبق وقلت الحديث عن أنه في دور سعودي أو خليجي بالضغط لتشكيل أو عدم تشكيل غير صحيح على الإطلاق. وخلال مؤتمر إنماء بيروت كان بحث في مسألة قانون الإيجارات وأزمة النفايات، إضافة إلى مسألة الكهرباء.